ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي سيخضع للتحقيق بشأن احتمال تقديمه دعما مشبوها لدولة قطر بغرض تمكينها من استضافة مونديال 2022. وسيخضع ساركوزي للتحقيق في فرنسا بعدما واجهت قطر اتهامات بدفع رشا باهظة في سبيل استمالة مؤيدين لاستضافتها الحدث الرياضي الدولي. هذا وأوضح متحدث باسم الإدعاء العام المالي في العاصمة باريس أن ثمة شكوكا في أن يكون الرئيس الفرنسي قد قدم دعما كبيرا لملف استضافة قطر كأس العالم لكرة القدم. وينكب المحققون الفرنسيون على فحص صفقة شراء شركة القطرية ديار لحصة 5% من الشركة الفرنسية فيوليا سنة 2010 بحثا عن صلة محتملة بالمونديال. وبحسب صحيفة تيليغراف فإن من المحتمل أن يكون ساركوزي حصل على أموال من الصفقات التي أجريت بين بلاده وقطر على هامش عرض ملف قطر لاستضافة مونديال 2022 بما في ذلك بيع نادي باريس سان جيرمان للقطريين. ويسعى المحققون إلى معرفة ما إذا كان ساركوزي طلب من المسؤولين القطريين شراء نادي باريس سان جيرمان مقابل تقديم دعم للمونديال. وفي سياق متصل أكدت عدد من الصحف الغربية والعالمية أن ثمة بعدا سياسيا قطريا وراء صفقة التعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار من برشلونة لباريس سان جيرمان، وهو ما أثار جدلا واسعا، حيث تساءلت صحيفة الغارديان البريطانية عن مصدر نادي باريس سان جيرمان هذا المبلغ الفلكي لشراء نيمار. وأكدت هذه الصحف أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيقوم بالتحقيق حول هذا الأمر، فقيمة صفقة نيمار تتجاوز ضعف الرقم القياسي لأغلى لاعب في العالم حاليا والمسجل باسم الفرنسي بول بوغبا بعد انتقاله لمانشستر يونايتد الإنجليزي. هذا واتهمت صحيفة ديلي تيليغراف قطر بشراء المصداقية من خلال بعثرة نقودها على نيمار، واعتبرت نيمار لاعب كرة القدم الأكثر تكلفة في العالم وأحدث وأكبر الأصول التي تمتلكها قطر لمواجهة خلافاتها الدبلوماسية. أما صحيفة فوكس سبورت فقد رأت أن الدوحة بتوقيع نيمار على الانتقال لباريس سان جيرمان شكلت انقلابا في ميدان كرة القدم بصفقة علاقات عامة تنفذها من عزلتها. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من دبي الإعلامي والمحلل السياسي عبد الله المطوع. مساء الخير استاذ عبد الله. كما تعلم لم تكتفي قطر بدعم وتمويل الارهاب في الدول التي تستهدفها من اجل زعزعه الامن والاستقرار فيها، بل ايضا طال ذلك لتشمل ممارساتها الفساد حتى في المجال الرياضي الذي بدا ينكشف بشكل كبير يوما بعد يوم. وكان آخرها الشبهات التي تحوم حول الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بحصوله على رشوة من قطر من أجل دعم الأخيرة للفوز باستضافة مونديال 2022 لكرة القدم. ما تعليقك حول ذلك؟ حقيقة يعني هناك حالة من الغضب نتابعها والاستنكار في الوسط الكروي العالمي جراء هذه المحاولة اليائسة لإتمام تلك الصفقة والتي تسعى من خلالها قطر
متمثلة في هذا النادي باريس سان جيرمان وشركة قطر للاستثمارات الرياضية عن تجميل الوجه السياسي القطري الملطخ بالدماء ودعمها للإرهاب. نعم. أعتقد نقف عند عنوان يعني مهم جدا في هذا الموضوع، بأن قطر لم تكتفي بالفساد السياسي في المنطقة ودعم الإرهاب، ويمتد هذا الفساد القطري إلى لعبة عشاق الملايين وهي لعبة كرة القدم. هناك تساؤلات كثيرة يعني منذ يومين ونحن نتابع لدى الصحف الأجنبية والغربية، هناك استنفار وحالة غضب كبيرة. نعم. تسوء الوسط الرياضي. أعتقد هذا المال الذي تقوم به قطر هي محاولة يائسة للخروج من نطاق العزلة وغسل ثوبها الملوث بفضائح كبيرة تدل على دعمها وتثبت بدعمها للإرهاب ورعايتها للتطرف. أعتقد كان واضحا للصحافة البريطانية بالأمس واليوم عن كشفها لبعض الملفات التي تقوم بها اللجنة التحقيقية بالتحقيق مع الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي. هناك سؤال مهم، لماذا هذه الصفقة ولماذا هذا المبلغ الضخم الذي هو لأول مرة في عالم الكرة يمر عبر فرنسا؟ ليس فقط لأن شركة قطر الرياضية هي من تملك أو تستثمر في النادي الفرنسي هناك، ولكن باريس سان جيرمان، لكن هناك دلالات على أن هناك تواطؤ من قبل الشركات الفرنسية الرياضية في هذه المسائل ومساعدة قطر على النهوض في ورطتها التي أثبتت عليها في دعمها للإرهاب والخروج من هذه العزلة. أيضا أنا أتساءل سؤال مهم جدا، يعني في ظل إعلان المجتمع الدولي والبنك المركزي القطري عن تراجع الاحتياطي في النقد الأجنبي 30% بالأسبوع الماضي، كيف لقطر أن تدفع بهذا المبلغ في ظل تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي في قطر؟ هناك أكثر من 15,000 قطري في السجون القطرية مدفونين. أليس أولى بالشعب القطري أن تدفع له هذه المبالغ التي لا تتجاوز 100 مليون ريال قطري، أي ب30 مليون دولار أمريكي؟ نعم نعم. مبلغ لا يمثل 1% من هذه الصفقة. أستاذ عبد الله. تلعب. نعم. أستاذ عبد الله، يعني ألا ترى أن ذلك محاولة قطرية بائسة للهروب من واقعها السياسي السيء وكسر عزلتها سياسيا واقتصاديا أيضا وحتى رياضيا؟ بالفعل، هذا بكل تأكيد لا يختلف عليه اثنين. قطر بهذه الصفقة تعمل على الغرض السياسي، ليس لها غرض رياضي، وأيضا لتضليل المحققين عن ملف استضافة قطر لمونديال 2022. نعم. هذه كلها محاولات يائسة تلعب قطر عليها في الوقت الضائع بعد أن كشفت الأوراق للعالم وللمجتمع الدولي بدعمها للفساد السياسي والإرهابي في المنطقة. أعتقد هذه محاولة وصفقة فاشلة سوف يكشف عنها الصدار قريبا من خلال ما تقوم به اللجان المحققة خارج أوروبا وداخل المجتمع الأوروبي والوسط الكروي. أعتقد قطر في هذه الصفقة تكون يعني زادت الطين بلة بأن تورطت أكثر في كشف فضائحها للمجتمع الدولي والعالمي في هذه الصفقة وهدر هذه الأموال التي هي حق مشروع للشعب القطري وليس للحكومة القطرية التي تنتهج نهج دعم الإرهاب خلال السنوات الماضية. نعم، من دبي الإعلامي والمحلل السياسي عبد الله المطوع، شكرا جزيلا لك.